احنا عندنا اكتر من 23 مليون طالب، وعندنا مليون و200 او مليون و300 الف معلم غير الاداريين. ازاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل الاجراءات الاحترازيه ونحتفظ بتباعد امن بين الطلاب اثناء هذه الايام؟ هذه المشكله الهندسيه ملهاش حل يتحط في عنوان احنا هنيجي يومين، احنا هنيجي ثلاثه. كل الاجتهادات دي مش صحيحه. ليه مش صحيحه؟ لانه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهوريه. كل مدرسه مختلفه في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة، هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي واعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات؟ فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها. احنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الادارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الايام وعلى الازمنة. الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه، ما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الأولاد.